الذكرى 38 فعلى اتفاق مجلس المشاركة نحن سنستمر في مناقشة تعاوننا الثنائي وأيضا القضايا المرتبطة المتعلقة المتعلقة بالإقليم وعلى فوقهم الوضع في غزة وناقشنا ذلك في استشارتنا وركزنا على وإذا ركزنا على العلاقات الثنائية هناك إرادة ثنائية لدعم أو لتعزيز التعاون ولبدء علاقات من شأنها تدعم استقلالنا ونحن نقدر بشدة الدعم الذي تعطوه لنا وسنستمر في العمل على ستة قواعد التي تؤكد أو تنشئ التعاون بأكملها من الاقتصاد والاجتماع والسياسة ذات الفائدة لكلانا. تحدثنا مطولا عن الأزمات والوضع في الشرق الأوسط وأيضا في الحالة الحالية في أوروبا ونعتقد أن تعميق الحوار في كل القضايا سواء اقتصادية اجتماعية أو سياسية في مثل الهجرة والتحديات جماعاً ستزيد من تعاوننا في التعامل مع مشاكل مثل بناء القدرات ومحاربة الهجرة غير الشرعية. أن أعبر عن تقديري لك مباشرة لكل أصدقائك وكل زملائك وكل المساهمين المقدمين في هذا الزخم للحصول على علاقات أكثر تأثيرا وأكثر فعالية. هناك الكثير من الأشياء التي علينا أن نستمر العمل عليها ونحن سعداء للمحافظة على هذا المستوى من التفاهم والالتزام والتعامل ونعتقد أن هذا هو في أفضل مصلحة لنا وأيضا لمصلحة الاتحاد الأوروبي وأنتم شريك معتمد وتقرون أن العلاقات مبنية على الاحترام والمنفعة المتبادلة وسنستمر في المضي قدما في ذلك في تحقيق شراكة مستدامة وفعالة للتعامل مع الأزمات المشتركة وللحصول على منفعة للمساهمة في بيئة أفضل في قضايا مختلفة لتعزيز العلاقات على الصعيد الشعب وصعيد العلاقات. سيد المفوض معك الكلمة. شكرا جزيلا لكم. أريد أيضا أن أشكر سيد شكري هنا في بروكسل وكما سمعنا الخطابين نحن نبدأ عصر ذهبي من علاقات مصر والاتحاد الأوروبي وأعتقد أن مصر أثبتت كونها شريك ثابت ويعتمد عليه بالفعل في المنطقة والتي منطقة تواجه الكثير من التحديات وفي هذه العلاقة أيضا تحتوي الكثير على الفرص.